شهدت دبي معرض الشرق الأوسط للفعاليات في دورته 15، وجمع هذا الحدث الرائد في صناعة الفعاليات الإقليمية أكثر من 4500 متخصص، أكيد خديجة. بما في ذلك طبعا سالم منظمي الفعاليات ووكالات الإدارة والمتخصصين في مجال الترفيه ومحترفي التسويق والمبتكرين في مجال التكنولوجيا وغيرهم الكثير، الضفرة تواجدت كالعادة وغطت وعادت لنشاهد. شركة بيلد أب شركة موجودة بدولة الإمارات من 16 سنة، خبرتنا بمجال صناعة وتجربة العلامة التجارية وصناعة الفعاليات والمعارض. نحن اليوم سعداء جدا بمشاركتنا بمعرض الشرق الأوسط للفعاليات للمرة الثالثة على التوالي، وهاي السنة اخترنا أن نكون الراعي البلاتيني لهذا المعرض، لأننا نؤمن بأهمية هذا المعرض كمنصة مهمة جداً للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركاء والعملاء. المشاركة والرعاية كراعي بلاتيني بيحتم علينا أنه نحن نكون متميزين دائماً بتقديم خدمتنا للعملاء. الخدمة يجب أن تكون خدمة مبتكرة وخدمة متميزة، وأنه نحن نستخدم أعلى معايير الجودة بتنفيذ المشاريع اللي منقوم فيها على مر السنة أو بأي وقت. مشاركتنا هاي السنة بتتميز بالتركيز على خبرتنا بصناعة تجربة العلامة التجارية. حاولنا نترجم هذا الموضوع بتصميم فريد لجناحنا هاي السنة بلغة بصرية مميزة. بصراحة دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي المتميز وبنهجها الابتكاري في هذه الصناعة أثبتت أنها هي دولة رائدة على مستوى العالم بهذا المجال. التسهيلات اللي بتقدمها لرواد الأعمال، التسهيلات اللوجستية والحكومية تؤدي أنه رواد الأعمال يقوموا بعملهم بسلاسة وبشكل يقدر يخدم كل الاستحقاقات إن كانت المحلية أو الإقليمية أو العالمية. فدولة الإمارات هي دائما تسعى للتميز، وهي الفعالية هي التزام من دولة الإمارات للتميز الدائم. تميز مشاركتنا هاي السنة كوننا ترشحنا هاي السنة لجائزة أفضل تصميم وتنفيذ لأجنحة المعارض عن مشروع نحن نفذناه بأبوظبي بمعرض آيدكس للدفاع. هذا الشيء بيحملنا مسؤولية كبيرة، وهذا الشيء بيظهر التزامنا بأعلى معايير الجودة بخدمتنا لعملائنا. يعني الإبداع في موضوع التسويق يحترم ويفرض نفسه، وخاصة تحت عنوان بيلد أب. لفتني العنوان سالم. الجميل في الموضوع أنت لفتش العنوان، أنا لفتتني الشركات اللي كانت متواجدة، ووحدة من هذه الشركات اللي هي بيلد أب، لأنها شركة محلية أنشئت في الإمارات، اشتغلت في الإمارات، تميزت في الإمارات وأيضا كرمت في الإمارات. فالرواد والتميز والتطور لابد أنه يكرم في أرض التكريم دولة الإمارات العربية المتحدة.